الثلاثينات والاربعينات وبدايه الخمسينات، كان اول ما كانش المدرسه هي اول ما يدخل الانسان كانت يدخل المسجد. حيث مرت انا من هذه القضيه ديال المسجد ديال حفظ القران وديال الحدقه لما تحفظ واحد الجزء كبير من القران الكريم تعمل في الحدقه. شنو هي الحدقه؟ هو انه تحتفلوا بك في المسجد وتجيبوا السفنج وتجيبوا العسل وتجيبوا الزبده. هذا هو الاحتفال بالحدقه في ذلك الوقت. وكذلك جاء الحدقه كانت الفلقه حيث تكتش العصا هي العصا لما حطيت الزول كجليك السماء وتيعطيوك العصا على رجلي. فعندما العصا كنت تفيد شويه.